وقالوا لك ايه؟ انا متاكده انك هتعرف مكانه وهتشوفه كمان. المهم انك تخلي بالك من نفسك وتسمع كلام الدكتور رؤوف. المرض ده حاجه غريبه قوي، بتغير الواحد، بتخليه يشوف بعين تانية خالص. فجأة بتكتشف ان مفيش حاجة ليها قيمة، مفيش حاجة تستاهل ان الواحد يزعل عشانها. تعرفي ايه اهم حاجة في الدنيا؟ الناس. الناس اللي حواليك هم اهم حاجة في حياتك. ومين يفهم؟ لو احنا اعتبرنا ان الانسان ده اهم حاجة وكل واحد خلى باله من التاني، لو كل واحد يخلي باله من الكلمة اللي بتطلع منه إنها قد إيه ممكن تغير. هي ليلى ما جاتش النهاردة؟ لا، هي ليلى قالت إنها عندها حاجة مهمة ومش هتقدر تيجي النهاردة. ولا زعلانة من شهر الخصم؟ لا 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 أبدا يا فندم، هي بس عندها ظروف. معلش سوري مش هقدر أكمل كلامي، نتكلم بعد ما اخلص شغل. باي باي.